وعقيدة وقيمة وثقافة ومشاعر ورؤية وآمال وأحلام وبناء مجتمعات. هذا هو العمل الخيري. العمل الخيري ليس وظيفة، وإن كنا نحتاج إلى مال وظيفة، إنما العمل الخيري هو أبعد وأكثر وأعمق من هذا. لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث ونزل عليه الوحي جاء إلى خديجة رضي الله عنها، وقلنا خديجة رضي الله عنها وهو يعني يرتجف وخائف من الملك الذي أتاه الوحي جبريل عليه السلام، فقالت له صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يخزيك أبدا، فإنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على مصائب الدهر وتصل الرحم. فكانت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشخصية التي نتكلم فيها عن كل العاملين في العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل اللي نتكلم عنه ده تماما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من عمال الخير قبل أن يبعث، ونحن هنا في هذا المكان. أنا سعيد، تعرف سعيد ليه؟ أول حاجة أن ألتقيت بكم اليوم بعد سنوات، ثاني حاجة لأن المكان ده الله سبحانه وتعالى يحبه ويحب من يعملون فيه ويحب القائمون عليه، القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فأنتم كالثوار القائمين على أمور المساكين والأيتام والأرامل إلى آخره. سمع الله. لما ننظر لما أعطانا الله سبحانه وتعالى من فضل في هذه الوظيفة نجد أننا من يوظفنا؟ أهي الجمعية أم الفقير؟ الفقير الذي يدفع لنا أموالنا ورواتبنا وتنقلاتنا هم الفقراء. فحينما نستشعر حاجة الفقير الذي نخدمه والذي هو أصل فضل الله سبحانه وتعالى وجودنا في مثل هذه الأماكن التي لابد أن نرعاها ونبنيها ونقويها ونشهدها، لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نحن فيه من نعمة. ولنا إخوان في البوسنة، ولنا إخوان في الروهينجا اللي هم في الأركان، ولنا إخوان في اليوغور، ولنا إخوان في اليمن، ولنا إخوان في إريتريا، ولنا إخوان في سوريا، ولنا إخوان في غزة، ولنا إخوان في ليبيا، ولنا إخوان في السودان، ولنا إخوان في غرب أفريقيا، جنوب أفريقيا، وسط أفريقيا، في تشاد. أتعرفون ما يحدث في تشاد ونحن في بحبوحة من العيش؟ هناك في مؤسسة اسمها أنتي بلكة، السيف على رقاب المسلمين، لا يتحدث عن العالم. أتعرفون ما هذه الوردة التي أضعها على جاكيتتي؟ ما هيش وردة فرح أو وردة دولة، دي وردة السلام والحب من سربرنيتسا الذي ذبح فيها في 3 أيام 11,000 إنسان بعد أن تركت الأمم المتحدة هؤلاء الناس للعصابات المتطرفة الإرهابية وقتلت بهم النساء والرجال إلى آخره إلى آخره، واغتصبت هناك ما لا يقل عن 60,000 فتاة وامرأة إلى آخره، أبنائنا وأولادنا. وأول مرة نسمع عن الروهينجا عام 1992، في تقرير مش أول مرة سمعنا عنها قبل كده، تقرير في الجارديان يقول أمرين، مرة في 95 على بنت اسمها صبرية، ومرة في 92 على بنت اسمها زهرة بيجم. زهرة بيجم كانت من روهينجا 92، قصة كاملة. واغتصبت بعد ما أمسك زوجها وقطعوا عضوة التناسلية وصلبوها على شكل. زهرة بيجم شاهدة علينا وهتخسرنا. صبرية اغتصبت أمها 95 في توتلا، وهي البنت كمان عندها 4 سنوات اغتصبت ولم يعرف أنها اغتصبت وعندها 4 سنوات إلا حينما كشفوا عليها بعد أن خرجت أمها من معسكرات الاغتصاب. هذه الزهرة لهم ليس لنتزين بها. فأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ليس على ثغرة، أنتم على خير خير
خير خير كبير. أنتم آمال الفقراء وآمال المساكين وآمال الأرامل وآمال الأيتام وآمال المرضى وآمال العجزة، وأنتم مختارون من الله سبحانه وتعالى ومكلفون بهذه المهمة. فحينما نستشعر هم الفقير وهم المريض وهم المسكين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض، نشعر بأننا في بحبوحة من العيش، ونريد أن نقرب إلى هؤلاء الفقراء. ما الفارق بين حياتنا وحياتهم وهم أصحاب الأموال التي تنفق علينا؟ فأنا أنا 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 أتمنى أن أكون أجيرا عند الفقير، أتمنى أن أكون أسرى الجنة بدعوة امرأة من الروهينجا أو من اليمن أو من اليغور أو من أي مكان في العالم، كانت مسلمة أو كانت غير مسلمة، كان مسلما أم كان غير مسلما، فعمل الخير لا يحدوه حدود ولا سلوى السماء، وثقافته متشعبة، ونحن ونعتز بهذا، ونحن نعتز بهذا أصل الخير في رسالة الخير في أمة الخير. وإن حاربنا العالم أجمع وقال فينا ما قال فقيل في عيسى عليه السلام أنه ابن كذا وكذا، وقيل في سيدنا مريم عليه السلام أنها كذا وكذا، وقيل في محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا، ولكن تبقى رسالة الخلود، رسالة الإسلام التي نحن مكلفون أن نبلغها تطبيقياً وعملياً في إنقاذ الشعوب وبناء المجتمعات. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنا أن أكون خادماً معكم، وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى ألا تنسوا أفريقيا، ألا تنسوا آسيا، ألا تنسوا أي مكان في العالم، أي مكان في العالم. والله الذي لا إله إلا هو، إنما أعطيناه من هذه المكانة أمام الله سبحانه وتعالى هي اختيار رباني لنا جميعا. أنا دلوقتي كان عيد ميلادي من 3 أيام صح؟ ما جبتش التورت. والله أنا يعني من أسعد الأيام اللي أنا بتكلم فيها هو إن أنا حينما أزور بلد زي السودان أو تشاد أو النيجر أو مالي أو الهند أو باكستان أو أفغانستان، أو أتمنى أن نزور الهنجا في طبعا في بنجلاديش إلى آخره، كل هذه السعادة لا تقاس إلا حينما نرى الله سبحانه وتعالى ببسمة من فقير أو نظرة من أرملة أو حاجة من مغتصبة من أخواتنا المغتصبات. يا أخواننا نقارن أنفسنا بمن كانت لهم بيوت في سوريا وأصبحوا الآن 12 أو 13 مليون بين 4 أو 5 أو 6 دول، أعوذ بالله مش من هذه الكلمة، لا كرامة لهم والعياذ بالله. ونحن في بحبوحة، نحن في بحبوحة ونغبطكم على ما أنتم فيه وما أنتم عليه. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.